بونجور لكل ولادنا طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في كل مصر. بونجور ميز إلاف، كومون سافا؟ عندنا ولاد امتحنوا، إن شاء الله الامتحان يكون تمام وتكونوا كلكم قفلتوا، ولو شاطرين ابعتولي نموذج من الامتحان على صفحتنا على الفيسبوك أصدقاء برنامج سر تفوق للصف الأول الثانوي. ولو في حاجة كانت يعني مش متأكدين منها في الامتحان نتناقش فيها ونفيد بيها زمايلنا اللي لسه ما امتحنوش. داكا، بالنسبه لاولادنا اللي لسه ما امتحنوش، النهارده هنعمل ريفيزيون فينال. عارفه ان في حته في يونيتي 4 ما خدناهاش مع بعض، انتوا اكيد خلصتوها، بس احنا هنعمل برضو، هنمر عليها ونعمل ريفيزيون. داكا، يلا نبدا مع بعض. النهارده ريفيزيون فينال بتاعتنا، بفكرك ان انا عندي الترم ده همتحن في يونيتي 3 ويونيتي 4. داكو، اهم الاليمون اللي جت في يونيتي 3 اللي هو كان لو كلوب دي لاكتور، جالي ايه بقى؟ جالي ازاي اعمل ديكرير مون ليسي واعمل ايدنتيفيي لي زوبجي دو لا كلاس، دوموندي اي دير لور، بارلي دو سون امبلوا دو تون، اوتيليزي لي ادجكتيف بوسيسيف بور بارلي دو سي افير. يعني اتعلم او همتحن، خلاص بقى همتحن في ان انا ممكن اعمل ديكرير الليسي، اوصف الليسي بتاعتي، اعمل ديفينير للأوبجي اللي موجوده جوه الكلاس وجوه الليسي، ازاي اسال عن الار وازاي ارد، اتكلم على الامبلوا دو تون، عدد الكور بتاعتي، عدد الحصص بتاعتي واسماء الماتيار اللي بحبها، استخدم كمان الادجكتيف بوسيسيف اللي هي صفات الملكيه عشان اتكلم عن الأوبجي اللي تخصني او ادواتي. les espaces du lycée، الحاجات اللي موجوده جوه الليسي من لابوراتوار و سي دي اي و سال دو كلاس و تيران دو سبور و الكور دو ريكرياسيون. الأوبجي اللي موجوده جوه الكلاس طبعا، لي جور دو لا سيمان مهمه جدا، والماتيير سكولار علشان اتكلم على الامبلوا دو تون، وزي ما قلت لك من شويه الار، والسي دي اي كسنتر دو دوكيومونتاسيون وانفورماسيون، مهم جدا جدا، ممكن يجي لي في المال، ممكن يجي لي كمان في السوجي. خدت ايه كمان في يونيتي 3؟ خدت مو انتروجاتيف مهم قوي، اكالور بسال بيها عن الساعه، في اي ساعه، كال اكال، ما او اي للمفرد المذكر والمؤنث، كاسكيليا ماذا يوجد سواء دون تا كلاس او دون تون ليسي، وكمبيان بسال بيها عن النمبر او العدد، كمبيان ديلاف إليا دون تا كلاس، في كم تلميذ في الكلاس، إليا كمبيان دو كور لو لندي، عندك كم حصه يوم الاثنين. داكو، عندي كمان برونون تونيك، برونون تونيك اللي هي ضمائر التوكيد بالنسبه لموا اللي هو عايد على جو اللي هي انا نفسي، توا اللي هي انت نفسك العايد على تو، لوي اللي هو ضمير التوكيد بتاع هو اللي هو إيل، الال ثابته، ال ضمير التوكيد بتاعها ال. وخدت فيرب افوار اللي هو يملك عشان اعبر بيه عن البوسيسيون او ملكيه الشيء. داكو، نيجي في يونيتي 4 اللي احنا اوريدي اشتغلنا فيها اللي هو لو كلوب دي زاتلات، كان في ايه بقى كشغل؟ فكرني كده، عملنا ديسكريبسيون دي بيرسوناج، ازاي انا اوصف شخصيات، وكمان بريزونتي و ايدنتيفي لي ممبر دون فامي، ازاي اقدم واوصف افراد العائله بتاعتي، بارلي دي اكتيفيتي الوزير، المفروض ان انا هتعلم فيها ان انا اتكلم على الاكتيفيتي الانشطه بتاعتي واوقات فراغي بقضيها فين، هنعمل ده النهارده ما تقلقش، لي بارتي دو كور احنا عملنا ده اللي هي اجزاء الجسم، والممبر طبعا دو لا فامي اعضاء العائله، les animaux de compagnie يعني الحيوانات الأليفة اللي أنا ممكن أربيها في المنزل عندي زي الشال، القط والشيان، البوبي، ومثلا لو عندي دي زوازو عصافير، عندي ان بواسون روج سمك زينة، عندي اون تورتو سحلفة. الديسيبلين سبورتيف يعني الاكتيفيتي سبورتيف اللي هي الأنشطة الرياضية اللي أنا بمارسها، الألعاب الرياضية، وممكن كمان الادوات اللي بتساعد في لعب الرياضه دي. خدت adjective qualificatif صفات
بوصف بيها الشخصيات، خدت الشكل المذكر اللي هو الماسكولين، وخدت المؤنث، وخدت البلوريال. ارتيكل كونتراكتي اللي هي ممكن نقول حروف جر للمكان، الاو اللي هي الاو بتيجي بعدها كلمه مفرد مذكر زي ما هنشوف كمان شويه في الاكزامبلات، الاو اكس بيجي بعدها كلمه جمع. البرونون اون اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، لسه كان بسرعه قلنا ده برونون سوجي ضمير فاعل، داكور، له اتنين اوتيليزاسيون هنتكلم عنها كمان شويه في الشرح. وخدنا مفروض لفيرب افوار واتر وكمان عليه، داكور. تعال الاول نكمل بسرعه يونيتي 4. عندي كان ناقص لي لوسون 3. لوسون 3 كانت بتقول لي بارلي دو سي اكتيفيتي اي دو سي لوازي، ازاي اتكلم على الانشطه بتاعتي واتكلم على اوقات فراغي بقضيها فين. عشان انا اتكلم على اوقات فراغي وانا بذهب الى المكان الفلاني علشان اقضي وقت الفراغ بتاعي او امارس نشاط، محتاجه اعرف فيرب مهم جدا اللي هو فيرب عليه. ده فيرب ايريجوليير مجموعه ثالثه شاز، فلازم يتحفظ. عايز اقول انا اذهب بقول جو في، انت تذهب تو فا، هو وهي وحطينا كمان الان هنبقى il va elle va او on va. مع نو يبقى nous allons، والفو يبقى vous allez، والil avec s والelle avec s ils vont elles vont. داكور، طبعا انتوا اكيد حفظتوا. نيجي نتكلم على البرونون سوجي ان، ونقول لك ان الان ده له دوبل سونس، عنده السونس يعني المعنى، ممكن في المعنى بيتساوى مع الضمير نو، لان انا بالعاميه بستخدم اون لما اقول احنا، احنا نذهب، داكور، فالاحنا ممكن شويه تساوي النو بفرنسي. اما بالنسبه للكونجوجيزون دو فيرب، بالنسبه لتصريف الفيرب، الفعل معاه بيتصرف نفس تصريفه مع الاي المفرد، يبقى الان ده اسمه برونون سوجي ضمير فاعل، داكور، معناه بالعاميه او اورالمون احنا او نحن، داكور. اما الفعل معاه بيتصرف مع زي الاي المفرد، داكور. عرفت الفرق؟ تعالى نعمل اكزرسيس بسرعه. اللي رامبلاس نو بارون، شيل النو حط الان. Nous avons congé le samedi. Nous avons des verbes avoir. احنا عندنا اجازه يوم السبت. هنشيل النو هنحط ان، وفيرب افوار هيبقى مع الان اللي هي بيساوي ايه؟ برافو، بيساوي il، يبقى il a، يبقى on a congé le samedi، احنا عندنا اجازه يوم السبت. طب nous mangeons en self، احنا فيرب مانجي يعني ياكل، احنا بناكل في السلف، طبعا عرفنا السلف اللي هو المكان اللي بناكل فيه في الليسي، ف on mange au self، يبقى الان خلصت بال e، الفيرب معاها خلص بال e زي ال il، داكور. تعالى نتكلم على الاكتيفيتي والوزير اللي هي الانشطه واوقات الفراغ بنقضيهم فين. لو قال لي بارل دي تيز اكتيفيتي ويكند، اتكلم عن النشاط اللي انت بتعمله في الويك اند او لفندردي، ممكن اقول له ايه؟ اقول له اون فا او سينما، احنا بنروح السينما، او اون فا او بور دو لا مير، لو انا عايشه في مكان ساحلي زي الكسندري، بور سعيد، اي مكان له شط، ممكن اقول ايه؟ اون فا او بور دو لا مير، بنروح على شاطئ البحر. اون فا او تيرين دو سبور، بنروح الى الملعب، او ممكن نشيل او تيرين دو سبور ونحط او كلوب، بنروح النادي. On va au gymnase، بننزل الجيمنازيوم. On va au théâtre، بنروح المسرح. On va à la bibliothèque، بنذهب إلى المكتبة. داكور؟ الأسهل ليك اكتبه. تعال نفتكر مع بعض النيجاسيون. النيجاسيون يعني النفي. كانت الجملة sujet verb complément، فاعل وفعل ومفعول. واتفقت معاك قبل كده ان الفيرب اهم جزء في الجمله، داكور، فعلشان انفي الجمله بنفي الجمله من اساسها، يعني بنفي الفيرب.
بعمل ايه بقى؟ بجيب النو قبليه، بحط البا بعديه، داكور؟ فبتبقى الجملة كده. Pour transformer une phrase à la forme négative, عشان احول جملة الى النفي، بستخدم نو بلس فيرب بلس با. حط النو قبل الفيرب والبا بعد الفيرب، داكور؟ بس فات اتونسيون، ناخد بالنا كلنا ان في الارتيكل انديفيني اللي هي الان والان والدي، لمو جم قبل الكومبليمون اللي هو المفعول بتاع الجمله، سو ترانسفورم ان دو او دي ابوستروف. بنشيل الان والان والدي ونحط يا اما دو يا اما دي ابوستروف قبل الفيرب، قبل الكومبليمون، داكور؟ مع طول الفيرب مع كل الافعال الا، صح، فيرب اتر، برافو عليك، تمام. تعالى نعمل بسرعه اكزرسيس. قال لي ريبون على فورم نيجاتيف. ريبون على فورم نيجاتيف يعني بالظبط اجب بالنفي. تا سور ا ان شا، تا سور يعني اختك، ا ان شا عندها قط. هقول نو، هو قال لي جاوب فلازم اقول له لا، فلا يعني نو. طبعا اختك انت تا سور، هرد بما سور يعني اختي انا. الفيرب هنا فيرب افوار اللي هو ا، طبعا هو كله على بعضه حرف واحد والحرف ده فايال يعني متحرك، فهحط انا باستراف، يبقى نابا. الان بقى قبل الشا اتحولت الى دو قبل الكومبليمون، يبقى نو ما سور نابا دو شا، داكور؟ طب تون بير اي جرو، باباك ضخم سمين، هقول ايه؟ نو مون بير ني با جرو، لا انا بابي مش سمين او مش ضخم. نو مون بير ني با جرو، داكور؟ طب تامير ا ان فرير، تامير يعني مامتك، ا ان فرير عندها اخ، هقول نو، لا ما مير نا با دو فرير، لا مامي ما عندهاش اخوات. tu as les yeux bleus، انت عينيك زرقة. Tu as les yeux bleus؟ هقول non je n'ai pas les yeux bleus. طبعا هنا لي هتنزل زي ما هي لانها مش ارتيكل انديفيني، تمام، داكور. تعالى بقى نبدا مع بعض النهارده الريفيزيون الفينال بتاعتنا. الريفيزيون فينال احنا جبناها على اهم البوان اللي تخص الجرامير وهنتكلم فيها، وشويه سيتياسيون مهمه، وبعدين هناخد شوية مال، وكمان شوية سوجيهات يعني مواضيع. شوزي لا بون ريبونس، اختار الإجابة الصحيحة. لما أقول مي كابين على بلاج وعندي تلاتة من فيرب علي، أول حاجة أعملها إيه؟ أولا أقرأ كويس جدا. مي كابين يبقى جمع، وجمع مؤنث، وعلى بلاج يعني بلاج معروفة، ودول اشكال من فيرب الي. يبقى اذا ميكابين جمع بنات، يبقى الافيك اس، والالافيك اس بتاخد فون. مش عايزين نتسرع يوم الامتحان، اقرا كويس وخد وقتك وركز، داكا. لا مير دو ريمي، المامي بتاعت ريمي، اي برون ولا غو ولا بلوند؟ لا مير دو ريمي، انا بتكلم عن مامه ريمي، يبقى انثى، يبقى ال هي. طب انا عندي ثلاثة صفات، عندي البغاء اول واحده دي مفرد مذكر رجل خمري، والرو يعني رجل اللي هو ناس شعرها احمر ووشها ابيض قوي ومنمش، وبلوند يعني شقراء، يبقى اكيد الصح هيبقى بلوند، صح، عشان اخرها ا. طب فاطمه اي غاشيير، فاطمه دي بنوته، غاشيير ال اكري افيك لا بوين غاش، غاشيير يعني حد عارف؟ كتير، برافو عليك، برافو عليكم. غاشيير يعني شوله، يعني بتكتب بالايد الشمال، وفي مقوله بتقول ان كل الناس اللي بتكتب بالايد الشمال تعتبر عبقريه. طبعا كل الناس اللي بتكتب بالشمال دلوقتي فرحانه بنفسها جدا، يعني شابو ليكو على فكره. ففاطمه ايجاشير، فاطمه بتكتب بايديها الشمال،
الكري، بص انا قلت ايه، تكتب بايديها الشمال، فطبيعي هاخد ايه، هاخد لما. طب ينفع لبرا؟ لا ما ينفعش، علشان برا زراع، احنا مش بنكتب بالزراع. ينفع لوني؟ حد بيكتب بلوني يا راجل؟ لا طبعا. طيب حاجة تانية، انا ليه اخترت الما؟ علشان في لا فوق، واللا دي بيجي بعدها نو. بالظبط كده، اسم مفرد مؤنث. برافو عليكم، يبقى لا ما جاش. طب اون فا بوان بيراميد، احنا فا بنذهب، والبيراميد اللي هي الاهرامات. عندي الا اللي هي بيجي بعديها مكان مؤنث، واكس بعدها مكان جمع، والاي بس مكان مذكر. طب بيراميد اخرها ايه؟ اخرها اس، يبقى طبيعي هاخد ايه؟ برافو، هاخد اللي هي اخرها اكس. ليه يا مدام؟ علشان الاي اكس، الاكس والاس من علامات الجمع. اول ما الاقي الكلمه اخرها اس، ابص على حاجه او اداه اخرها يا اما اكس يا اما اس. داكو، يبقى اون فا او بيراميد. نكمل شوزي لا بون ريبونس. Est-ce qu'il y a dans ton lycée؟ Est-ce qu'il y a dans ton lycée؟ ده شكل استفهامي. يا ترى بقى، عشان اكمل بقيه الجمله، مين ترجم معانا؟ برافو للي ترجم، برافو عليكم. بالظبط كده، هو السؤال اسمه ايه؟ اسمه Qu'est-ce qu'il y a dans ton lycée؟ يعني ماذا يوجد في مدرستك؟ هل ينفع الكي الاولانيه؟ لا طبعا خالص ما ينفعش. ليه؟ عشان الكي دي بسأل بيها عن الفاعل العاقل، بقول من. طب ينفع كوا؟ لا ما ينفعش كوا، عشان كوا دي بسأل بيها عن ايه او ماذا، بس بتيجي في الاخر، اخر الكلمة. تمام؟ يبقى qu'est-ce qu'il y a dans ton lycée؟ الكي او ابوستروف هي الصح. طيب حد بيسألني c'est un ordinateur؟ يعني ايه ordinateur؟ فكرني. تمام، برافو. اورديناتور يعني حاسب آلي او جهاز كمبيوتر. طبعا انت عارف الاختصار بتاعه، اسمه اوردي. تمام، يبقى سيت ان اورديناتور، ده الكمبيوتر بتاعك. هقول وي ايلي. هنا عايز ارد ببرانون تونيك، ضمير توكيد. يا ترى هختار اتوا بتاعك انت، ولا الوي بتاعه هو، ولا اموا بتاعي انا نفسي؟ هو فوق بيسالني بيقول لي ده جهاز الكمبيوتر بتاعك، سيت ان اورديناتور. هقول له ايوه وي اللي تا موا، ايوه هو يخصني، هو بتاعي، يبقى اللي تا موا. داكو. tu as point de frère، انت عندك نقط فرير، وده سؤال. tu as point de frère، طب نشوف عندي كلمه كامبيان يعني كام، وعندي كومون كيف، وعندي كي يعني مين. يا ترى لما يجي اسال عن عدد، انا بسالك كده عن عدد اخواتك، انت عندك كام اخ؟ هل ينفع اقول له كمان كيف؟ لا طبعا. طب اقول له كي مين؟ ما ينفعش، يبقى لازم اقول له ايه؟ اقول له كومبيان. يبقى الصح كومبيان، شو كومبيان دو فرير، هو انت عندك كام اخ؟ رد يقول لي بقى جي دو جي تروا. داكو، نركز يا اولاد بليز. نيمغو 8، سيلين دي اسم بنت. A les points marrants. سيلين A verb avoir، عندها، وعندها حاجة جمع ولونها مارون. فاكر الألوان؟ مارون يعني بني. يا ترى بوش اللي هو الفم ينفع، ولا بيه رجلين، ولا زيو عينين؟ ها أني اللي يمشي، أني الصح؟ أكيد لزيو مارون. طب لو ما فيش زيو ينفع أحط إيه؟ ينفع أحط إيه؟ شيفو، عندها شيفو مارون؟ ممكن، بس زيو طبعا هنا صح جدا. نيمرو 9، بوان كومونس لو كونترول دو مات. بوان كومونس لو كونترول دو مات، كومونس يعني يبدا، وكونترول دو مات اللي هو امتحان الرياضيات او الماث او المات. فانا بسال هو هيبدا امتحان المات؟ هيرد يقول لي إلي أت ديزور، هو هيكون الساعة 10. فأنا بسأل على إيه؟ على ميعاد. يا ترى بسأل عن الميعاد بإيه بقى؟ يا ترى كالي الأولى اللي هي مال المذكر، ولا أكالوغ في أي ساعة، ولا كومون كيف؟ مين الشاطر اللي رد؟ برافو عليك. أكالوغ في أي ساعة هيبدأ، كومونس لو كونترول دو مات. برافو عليكم.
يبقى في اي ساعه هيبدا كنترول المات؟ هيبدا الساعه 10. لو بوين جي 2 اور ديستوار. لو ده اداه تعريف للمفرد المذكر، وبوان هنشوف هنحط ايه. عندي تحت لاندي، فكرني يوم ايه ده؟ هايل، برافو، لاندي يوم الاثنين صح. طب نوفمبر؟ لا ده شهر، ما ينفعش، شهر نوفمبر. طب سمان؟ اسبوع. طب اسبوع ده ايه؟ مفرد مؤنث، وما ينفعش اقول الاسبوع، عندي اتنين ساعه استوار. هناك او في فرنسا او في اوروبا عموما الماده، كل ماده بتاخد ساعه وبتحسب الماده بعدد الساعات. فانا بقول لك يوم كذا عندي ساعتين استوار، عندي ماده التاريخ لمده ساعتين، يبقى يوم ايه؟ طبعا لولاندي، يوم الاثنين انا عندي ساعتين استوار. داكور؟ طب صفي بنوته ا لي شوفو، شوفو يعني الشعر، برافو. يا ترى فيرت ولا نوار ولا بلانش؟ فيرت، نوار، بلانش. لي شوفو اللي هو الشعر صح، لسه قايلين من شويه. يا ترى بقى الشعر ده عضو مذكر ولا مؤنث؟ هو اكيد جمع، يبقى الاخيره غلط صح. في اسوأ الظروف لو انت نسيت حاجه يحصل ايه؟ شغل دماغك والعب استنتاج، حاول تستنتج والعب استبعاد كمان. يعني انت هتستنتج وهتلعب استبعاد. يعني ايه استبعاد؟ يعني استبعد الحاجه اللي غلط خالص، ماشي، اللي هي اللوجيك ما مش صح. انا بتكلم على الشعر، والشعر جمع، فانا عندي ثلاث صفات اخرهم حاجه مفرد ما فيهاش اس، يبقى هي دي اول واحده هستبعدها. تمام، يبقى ده ايه؟ الانسان الذكي لازم يطلع من المطب بايه؟ بحرفنه كده. فالشعر جمع، فما ينفعش اقول بيضه، فالاخيره مش صح. طب شعر فيرت الاولى جمع مؤنث، في او اس يبقى جمع مؤنث، يعني خضره او خضروات، خضره للجمع المؤنث عموما يعني. وعندي نوار، طب انا اعرف ان الشعر جمع بس انا نسيت، بس الاسهل ان انا اقول ايه؟ اقول اسود، يبقى نوار اللي في النص. كده او كده ما ينفعش الاولى نوار الفيرت، ليه؟ لانها خضره جمع مؤنث. يعني بتكلم مثلا على جوبات، بتكلم على فساتين، دكا حاجه مفرد مؤنث او جمع مؤنث تاخد يا اما او يا اما او اس. اما الشعر جمع مذكر هياخد نوار بالاس. دكار؟ نمرو 12 سون بوان اي انتليجون. سون دي الملكيه للمفرد المذكر العايد عليه او عليها. عندي بقى سير اخت وفرير اخ وجرام مير يعني الجده. طيب لسه قايله لك ايه؟ الصام مفرد مذكر. طب تاكيدا على الفكره ان انا بتكلم عن ولد، في الصفه انتليجون، يعني ايه انتليجون؟ يعني ذكي، وانت كمان ذكي، فهتختار ايه؟ هتختار فرير. كل الناس تشغل دماغها، انتوا اذكياء، وثق في نفسك وفي قدراتك واتكل على الله واختار فرير. ففرير صح. نمرو 13 ليزا بورت دي بوان روج. ليزا دي بنوته، وبورت يعني لابسه او تضع، دي برضو حاجه جمع، وروج احمر للجمع. عندي بقى لونات، وعندي بغسله، وعندي سكدو. يعني ايه لونات؟ نظارات. يعني ايه بغسله؟ ايوه حته اكسسوار كده للبنات بتتلبس في الايد. والسكدو طبعا اللي هي شنطه بتاعت المدرسه او الجرمانديه اللي بنحط اغلب ولادنا بيمشوا بيها على كتفهم سواء طلبه جامعه او مدارس. فليزا لابسه حاجه ايه بقى؟ حاجه جامعه. ينفع سكدو شنطه الظهر؟ لا ما تنفعش، كل الناس الاذكياء قالت ما تنفعش. طب براسلين اللي في النص تنفع؟ لا برضو ما تنفعش. يبقى ما فيش غير ايه؟ غير لينات صح. يا ترى ليه بقى؟ الناس الذكيه هتقولي علشان يا مدام اخرها اس، وحضرتك قلتي ان الايه؟ الاداه الجمع بتخاطب كلمه بعدها جمع، يبقى دي لونات. تعال نشوف اللي بعده. بوان اوسي جيم لو فرونسي. بوان واوسي يعني ايضا، جيم لو فرونسي بحب فرونسي. عندي توا وعندي موا وعندي لوي. طب خلي بالك انا قلت لك البرونون تونيك ده عايد على مين؟ عايد على الضمير اصلا،
فانا بقول لك كمان انا بحب فرنسي، فطبيعي بتكلم عن نفسي، مش في جو، يبقى الجو لازم ياكد عليه ايه؟ اكد عليه موا. امتى كنت استخدم توا؟ لو قلت لك انت كمان انت بتحب فرنسي، يبقى توا اوسي، يبقى ساعتها هغير الفاعل تبقى تو ام. دكار. طب لو كنت بتكلم عن اي ولد بالتوكيد بتاعه هقول ايه؟ لوي اوسي هو كمان. طب هو كمان ايه بقى؟ il aime le français. تمام. يبقى هنا اخترت موا ليه؟ علشان في جو قبل الفرب. داكور. نمرو 15، سي لو ليفر بوان باسكال. سي لو ليفر هذا يكون الكتاب، وفي بوان وباسكال، عندي ثلاث حروف جر، عندي دو وعندي الا وعندي الشي. تعال نفتكر الدو دي، الدو يعني من او عن او العلاقة بين حاجتين. لو قلت لو ليفر دو مثلا باسكال، انا حليتها اهو، ده الكتاب بتاع باسكال. طب هل ينفع اقول ا باسكال؟ ينفع بس مش في الجملة دي. لو قلت سو ليفر اي ا باسكال، الكتاب ده يكون لباسكال، بس ده مش المطلوب في الجملة دي. طب شي بقى، شي بيجي بعدها، يا شي يعني عند، وبيجي بعدها اسم طبعا، بس برضو مش في الجملة دي. لو قلت جو في شي باسكال، انا ذاهب عند باسكال، يبقى ساعتها نحط الشي. انما هنا بقول سي لو ليفر، ده الكتاب، نقط باسكال، يبقى انا عايزه العلاقه، علاقه بين الكتاب وبين صاحب الكتاب، يبقى هحط ايه؟ هحط الدو، سي لو ليفر دو باسكال. داكور. نيمرو 16، لي غارسون بوان او فوتبول. الغارسون يعني الشباب، او فوتبول بالكوره، والبنات دلوقتي كمان بقت بتلعب كوره عادي على فكره. طب انا عندي تحت 3 فيرب، عندي ام يعني يحب، وعندي براتيك يعني يمارس، وعندي جو يعني يلعب، والتلاتة متصرفين مظبوط. الجارسون جمع، لو شلت لي جارسون هحط الى فيك اس، والالى فيك اس بتاخد او ان تي، فالتلاتة مظبوطين. طيب هنا بقى مش محتاج ذكاء بس، لا محتاج ذكاء ومذاكرة. ليه؟ عشان في تكة صغننة هتحدد لي الفرب، التكة دي اللي هي حرف الجر قبل اللعبة. أنا عندي قبل فوتبول أو، اللي هي أ و أو، تمام؟ هي دي اللي هتعرفني إن أنا هختار جو، لأن جو هي دي الوحيدة اللي بيجي بعدها حرف جر، يلعب بالكورة. طب أم وبراتيك، الاتنين بيجي بعدهم إيه؟ الاتنين بيجي بعدهم يا إما لو، يا إما لا، يا إما إلا باستراف، يا إما ليه، اللي هي اسمها أدوات المعرفة. لو قلت مثلا جو براتيك لو تنس، انا بمارس التنس. ال براتيك لا ناتاسيون، هي بتمارس السباحه. ال براتيك لا بوكس، هم بيمارسوا رياضه الملاكمه. تمام. يبقى الام والبراتيك والبريفير كمان بيفضل، وادار يعشق، او حتى ديتست يكره، دي الافعال دي كلها بيجي بعدها تعريف. بحب ال، اكره ال، افضل ال، امارس ال. داكار. حط ده في دماغك. يبقى امي، بريفيري، ادوري، ديتستي، بيجي بعدهم ادوات تعريف اللي هم لو، لا، الا، باسرافو، لي. اما جوي بيجي بعديه ايه؟ حرف جر. او فوتبول او او تنس، جو جو او فوت، جو جو او تنس، جو جو او باسكت، جو جو او هاند. طب تمام. يبقى ان هنا هنعمل ايه بقى؟ هنا هختار فيرب جوي، يبقى لي جارسون جو او فوتبول، الولاد بيلعبوا بكرة القدم. داكور. اون فا او كلوب، اون فا او كلوب بور، احنا نذهب الى النادي بور. خلي بالك بور هنا حرف جر مهم جدا جدا جدا، بور يعني من اجل او لكي، وبعده بحط الفعل في المصدر يعني انفينيتيف. داكار. فا اون فا او تنس، سوري، اون فا او كلوب بور بوان او تنس، احنا بنروح النادي علشان نقط تنس. ها يا ترى جو بالاو ولا جو بالاو ار ولا جو بالاو اس؟ ها هنا عايز ذكاء ومذاكره الاثنين عشان توصل ان هو جوي اللي اخرها او ار. ليه؟
تطبيقا للرجل او للقاعده اللي لسه بقولها لك حالا. كنت بعد بور بحط الفعل في المصدر، تمام؟ يبقى on va au club pour jouer au tennis. 18 عندي livre tu achètes Paul. ليفر انا بسال عن الكتب، تو اشات انت بتشتري، وبول طبعا انا بكلم بول، فبقول له ايه بقى؟ بقول له كال او كامبيان او كال. كال الاولى مفرد مذكر، انا بساله عن ما الكتب اللي انت هتشتريها او انت بتشتريها. لو انت معاك فلوس وهتنزل تشتري كتاب، ايه نوع الكتب اللي انت هتنزل او بتحب تقراها وهتنزل تشتريها بفلوسك؟ هنا بتكلم على ليفر مفرد ولا ليفر جمع؟ لا ليفر جمع، صح؟ طيب يبقى مش هينفع الاولى خالص. طب هتمشي التانية كامبيا؟ لا برضو مش هتمشي كامبيا. ليه؟ عشان كامبيا لازم يجي بعدها حرف الجر دو، تمام؟ احفظ من دلوقتي وذاكر الله يخليك. يبقى كامبيا لازم يجي بعدها دو، كام من. لو انا هقوله كام كتاب هتنزل تشتري، يبقى كامبيان دو ليفر اشات تو، دكار؟ انما هنا لسه بيسالني ايه الكتب اللي انت هتشتريها. فايه الكتب اللي انت هتشتريها؟ هنا هستخدم كال الجمع المذكر اللي هي الاخيره. يبقى كال ليفر تو اشات، ايه الكتب اللي انت هتشتريها يا بول؟ يبقى كال كيو يو او ال اس. ليه اخترت دي؟ عشان بتكلم على ليفر اخرها اس. التركيز يا اولاد، القراءه الجيده والتركيز يا اولاد. نمرو 19 Je vais au club. أنا أذهب إلى الكلوب اللي هو النادي. نقط لجور، لجور يعني الأيام. طب أنا هنا عندي بقى إيه؟ عندي تو وعندي توت وعندي توس. يا ترى هستخدم إيه؟ أنا عايزة أقول لك إن مثلا في الأجازة، الناس اللي خدت الأجازة، فهتقول Je vais au club tous les jours، كل الأيام. طب كل الأيام مش الأيام جمع؟ ها مين الذكي اللي هيقول لي؟ استبعدنا اول واحده، صح؟ برافو عليك. ادي الطول اللي هي اخرها تي، مش صح. ناقص لي توت وتوس. الذكي والشاطر واللي مذاكر هو اللي هيجاوب. ليه؟ هيبقى عارف ان كلمه جور يعني يوم، واليوم مفرد مذكر، فلما يتجمع يبقى جمع مذكر. يبقى هيستخدم ايه؟ اكيد اللي مش في النص، اللي في النص جمع مؤنث، فانا هستخدم الايه؟ الاخيره اللي هي tous les jours اللي هي الجمع المذكر. يبقى je vais au club tous les jours، انا اذهب الى النادي كل الايام. d'accord. il y 43 élèves en classe. فاكر كده ده مصطلح اللي هو il y a يعني يوجد، هو بيتكتب كده على بعضه وبينطق على بعضه على فكره. il y a يعني يوجد، تمام؟ فانا already جاوبت لك عليها، ده فيرب افوار، الايد بتاخد اه. بس خلي بالك بقى، انا هنا اليدة مصطلح مهم جدا، ممكن يجي مره يقول لك اختار الفيرب، ومره ناقصه ايجراك وانت تختار الايجراك، ومره تيجي سؤال لما نسال عن العدد اقول لك اليا كومبيان دي لافان كلاس، يبقى اليا كومبيان. مره يجي يدي اديني مثلا ايه كومبيان مش موجوده، وان انا ادور على اداه استفهام مناسبه واحطها. فالجمله دي بتيجي كتير بكذا شكل. فإليا 43 élèves en classe، يوجد 43 تلميذ في الكلاس. 21 قال لي les enfants، اللي هما مين les enfants؟ يعني الاطفال. ام بوان لا تلفزيون، طبعا كل الاطفال بيحبوا، تمام، مشاهده التلفزيون. طيب انا عندي فيرب ريجاردي بثلاث اشكال، ريجارد اخرها او اس اللي هي يشاهد، وريجارد اخرها او ان تي، وريجارد اخرها او ار. يا ترى هستخدم ايه؟ طبعا ايوه صح جدا، برافو، ده في ناس مذاكره اهي وشاطره جدا، جميل. طيب انا عندي قاعده بتقول لي دو فيرب كي سو سويف، اتنين فعلين جايين ورا بعض. لو بروميير سو كونجوج، الاولاني بيتصرف. لو دوزيام سو مي على الانفينيتيف، التاني بيجي في المصدر. انا عندي اول فعل فوق ام يعني حب، فاذا اللي بعده هيبقى ريجاردي، مشاهده جايه في المصدر، مصدر يبقى اخرها ار، تمام. يبقى انا النهارده قلت لك قاعدتين مهمين، قلت لك ان بعد البور بحط الفعل في المصدر،
وبعد فعل متصرف الفعل التاني في المصدر. نجمع المعلومات دي يا جماعة لو سمحتم، ونستعد للي لسه ما امتحنش. فليز إليف أم ريجاردي لا تيليفزيون، ده الإجابة. 22 قال لي tu vas lundi. tu vas lundi، tu vas أنت بتروح، lundi يعني يوم الاثنين، أو ممكن يجيب لي أي يوم تاني. quand و où و que، quand يعني متى، و où يعني تمام أين، والكو يعني ماذا. فأنا بسألك أنت تذهب الاثنين، ينفع أقول له متى؟ متى أنت تذهب؟ ما ينفعش. ينفع أقول له كو ماذا؟ ماذا أنت تذهب؟ لا طبعا. يبقى أنا بسأل عن إيه؟ عن المكان، والمكان بسأل عنه بأو، والأو يعني أين. يبقى أين tu vas le lundi؟ أنت بتروح فين يوم الاثنين؟ ممكن يكون عنده entraînement، عنده تدريب في النادي. تعال نشوف الجملة الـ 23. قال لي أمي سابيل سارة، وعندي مو وعندي ما وعندي مي. أمي صديقة، وهنا التكة بتاعة أدوات الملكية. احنا اتفقنا ان الأدوات الملكية اللي عايدة عليا اسمها مو ما مي، المو للمذكر صح؟ تمام. بس هنا أمي مفرد مؤنث، أولها فيال، أولها حرف متحرك، فهتستخدم ايه؟ هتستخدم المو. يبقى مون أمي سابيل سارة، صاحبتي اسمها سارة. يبقى المو هنا مذكر وما مؤنث، بس شرط المؤنث يكون يبدا بحرف ايه؟ متحرك. طب لو بكلمك عن صاحبتك انت او صاحبتك انت، يبقى تون امي صاحبتك. طب صاحبته هو او صاحبتها هي، يبقى سون امي. داكور؟ اوعى تنسى وتعمل لي ما امي في الامتحان، هزعل جدا. يبقى مون امي سابيل سارة. 24 Les enfants aiment la télévision. طب احنا عملنا دي ريغاردي. تمام. 25 بقى، il est gourmand. ايه gourmand بقى؟ فكرني كده بالادجكتيف كاليفيكاتيف. gourmand ها؟ la personne qui mange beaucoup، الشخص اللي بياكل كتير اسمه gourmand. تمام. طيب والشخص كي parle، la personne qui parle beaucoup، الشخص اللي بيتكلم كتير اسمه بافار صح؟ تمام. طيب il est gourmand، يا ترى هستخدم moi ولا toi ولا lui؟ ها فكرني، لسه قايلين من شويه ما تنفعش. طب العب استبعاد، ينفع moi؟ لا يا مدام شاطر. ليه؟ عشان ما فيش je. طب ينفع toi؟ لا يا مدام عشان ما فيش tu. اذا لازم ينفع لوي عشان ايه؟ عشان il est gourmand، موجود il، il est gourmand. داكور؟ دول كانوا اهم 25 بوان، 25 نقطة مهمين جدا جدا جدا، وتكرروا في امتحانات كتير. وعندنا اصحاب كانوا بيسألوا على السايت عندنا، على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي اصدقاء سر التفوق. تمام؟ كان في كذا بوان الولاد بعتوها واتناقشنا فيها، فحبينا ان احنا نعرضها عليكم ليله الريفيزيون فينال، علشان لو انتوا كمان بتتلخبطوا بعد كده ما تتلخبطوش. تعال نشتغل شويه سيتياسيون. كاس كون بو دير دون لي سيتياسيون سويفونت، ماذا نقول في المواقف الاتيه؟ tu décris ta sœur، انت بتوصف اختك. tu dis، وخلي بالك سيل تو بلي، لو سمحت خلي بالك ان مين اللي بيتكلم في الاخر، tu dis ولا il dit. يا ترى tu décris ta sœur، بتوصف اختك، هتقولي بقى c'est qui، مين دي، ولا elle est bavarde، هي bavarde يعني بتتكلم كتير، ولا il est comment. طبعا هقول elle est bavarde لان انا بتكلم عن اختي. طيب ton ami déteste la couleur grise، il dit. ton ami يعني صاحبك، déteste يعني مش بيحب، بيكره، بيكره الكولور جريز اللي هو اللون الايه، الرمادي. تمام. il dit، هيقول. يا ترى هيقول ايه بقى؟ هيقول جادور لو جري، انا بعشق لون الجري، ولا tu aimes quelle couleur، انت بتحب لون ايه، ولا je n'aime pas le gris، انا مش بحب خالص اللون الرمادي. ها ديتست بتساوي je n'aime pas. تمام. نيمرو 3، tu demandes à ton ami de quoi on a besoin pendant le cours de langue. tu demandes، انت بتسأل، بتسأل ton ami صاحبك de quoi on a besoin
pendant le cours de langue، يعني احنا محتاجين ايه اثناء الحصه بتاعه اللانج او اللغات. هيقول لك ايه بقى؟ انا بزوان دان اطلس، احنا محتاجين اطلس. هل الاطلس ده هيفيدنا في اللغات؟ الاطلس ده لو ليفر دو اطلس ده احنا بنحتاجه امتى؟ في الكور دو جيوغرافي، صح، الحصه بتاعت الجغرافي. طب انا بزوان دان ديكسيونير، احنا محتاجين قاموس. ايوه اعتقد ان هي دي الاجابه الصحيحه. طب انا بزوان دان سكولات، يا ترى سكولات احنا محتاجين سكولات واحنا بندرس اللونج؟ فاكر السكولات اللي هو الهيكل العظمي اللي بيساعدني وانا بدرس البيولوجي، تمام؟ فلا مش محتاجين سكولات، احنا علشان ندرس لونج محتاجين لو كلمه صعبه سواء في فرنسي او في الانجلي بفتح الديكسيونير وبكشف عنها في القاموس، صح؟ Tu t'informes sur l'arbre généalogique de ton ami. Tu t'informes يعني كأنك tu demandes، انت بتسأل او بتستعلم. Sur l'arbre généalogique اللي هي شجرة العائلة بتاعت صديقتك، انت بتسألي عن شجرة العيلة بتاعت زميلة او صديقة. قال دي هي هتقولك Il y a 46 élèves dans ma classe. في 46 élèves dans ma classe، في 46 تلميذ في الكلاس، ينفع؟ ولا il y a 10 membres dans ma famille، عائلتي مكونة من 10 أفراد أو 10 أعضاء، ولا j'ai 6 amis، عندي 6 أصحاب. ها لما تيجي تستعلم عن شجرة العيلة يبقى طبيعي هترد عليك تقول لك أنا عيلتي فيها 10 أفراد. نمرو 5، ton ami te demande où tu vas. Tu dis ton ami صاحبك te demande بيسألك انت où tu vas، وانت رايح فين. Tu dis خلي بالك صاحبك سألك، tu dis يبقى انت هترد. يا ترى هترد تقول له je vais bien. Je vais bien دي انا برد على اني سؤال، لما حد يقول لي comment ça va او comment vas-tu، كيف حالك، اقول له je vais bien، انا I'm fine، انا كويس، انا good، انا تمام. ولا il va au gymnase، ده سؤال، هو رايح الجيمناز، ولا je vais au self، انا رايح السلف. يبقى صاحبك بيسالك où vas-tu، هترد تقول له je vais au self، انا رايح السلف، اكيد جعت. طيب tu demandes à ton ami، هنا انت بتسال، tu demandes à ton ami، تسال صاحبك pourquoi il va au self، ليه أو لماذا هو بيذهب إلى السلف. إل دي هيرد عليك، يبقى مين اللي سأل؟ تو دوموند، أنت بتسأل، سألت صاحبك ليه هو بيروح السلف؟ فإل دي هيرد عليك يقول لك إيه بقى؟ أون فا أو كلوب بور جوي، ليها علاقة دي، إحنا بنروح النادي نلعب، ولا أون فا أو سلف على ريكرياسيون، إحنا بنروح السلف في فترة ريكرياسيون يعني الفسحة، ولا جو في أو سلف بور مانجي، ها؟ طبعا je vais au self pour manger، ده الإجابة اللوجيك، ليه؟ عشان سألت أنت فوق بتسأل صاحبك pourquoi، pourquoi يعني ليه؟ لماذا؟ تسأله عن السبب، أنت رايح السلف ليه؟ قال لك والله أنا رايح السلف عشان آكل، أنا جعت، داكور؟ طب ton professeur te demande، صاحبك، لا أستاذك، ton professeur te demande ce qu'on utilise pour manger. يعني ايه سكون يوتيليز؟ يعني احنا بنستخدم ايه بور مانجي عشان ناكل. تو دي هترد تقول له ايه بقى؟ يا ترى لو فونتر ولا لي جامب ولا لا بوش؟ فكرني، لو فونتر اللي هي تمام البطن، والجامب اللي هي الساق ساقين، والبوش اللي هو الفم. حضرتك بقى بتستخدم ايه عشان تاكل؟ اكيد بتستخدم لا بوش. طب ton ami te demande، صديقك بيسألك pourquoi tu aimes la natation. ton ami صاحبك te demande بيسألك pourquoi les tu aimes la natation، انت بتحب السباحة. فتو دي انت هترد عليه وتقول له، هتقول له oui je vais à la piscine، ايوه انا بذهب الى البيسين حمام السباحة، ولا car j'aime nager، لان انا بحب ناجي يعني اعوم، لاني بحب اعوم، ولا ال ام اوسي لا ناتاسيون، هي كمان بتحب السباحه. هترد عليه تقول له ايه؟
هو سألك فوق بوركوا لماذا، يبقى عايز إجابة مسببة، يعني لازم أحط كار، يبقى كار جام ناجي. أنت ليه بتحب السباحة؟ لأن أنا بحب أعوم، ده كار. نيمرو 9، تو ديكري طن كوزان اي تا كوزين. تو ديكري انت بتوصف، توصف ايه بقى؟ طن كوزان يعني ابن عمك، اي تا كوزين وبنت عمك. تو دي هتقول سو سون مي كوزين، دول بنات عمي، ولا ايل فون ا باري، هما بيروحوا باري، ولا ايل سون ديناميك، هما ديناميك. اكيد اي سون ديناميك، ما ينفعش الاولى خالص، لان انا بقول لك اوصف ابن عمك وبنت عمك. فالاجابه الاولى بيقول لك الاثنين دول بنات عمي، او سوسون مي كوزين دول بنات عمي، فدي مش صح. طب ايل فون ا باري، هم رايحين باريس، ده مش وصف. الوصف عايز حاجه تخص الكاركتير، عايز ادجكتيف كاليفيكاتيف صفه. فاي سون ديناميك، هم ديناميك، اه اوكي دي تمام، دي تمشي. اوكي نيمرو 10، ton ami te demande ce que tu fais à la fête de ton anniversaire. صاحبك بيسألك ce que tu fais، انت بتعمل ايه في الفات، يعني في الحفلة بتاعت انيفرسير بتاعتك، انيفرسير يعني عيد ميلاد. كاس كو تو في، انت بتعمل ايه في الفات، في العيد او الحفلة بتاعت عيد ميلادك. انت هترد، تو دي بقى انت بترد، هو سألك فعليك ان انت ترد. تقول له ايه بقى؟ يوم عيد ميلاد حضرتك جو دي سي، تقول له انا بقعد، ديسين يعني ايه؟ فكرني، ديسين يعني برسم، تمام. طب جو شانت جو دانس، بقعد ارقص واغني، حقك. اوكي جو في لي دوفوار، بقعد اعمل الدوفوار، لوجيك ده، يعني يوم عيد ميلادك هتقعد تعمل الدوفوار؟ اكيد لا، يعني احنا بنتحايل عليك وتعمل الدوفوار في الايام العاديه، يوم عيد ميلادك هتقعد تعمل الدوفوار؟ استحاله طبعا. طيب يبقى اكيد يوم عيد ميلاد حضرتك بتقعد ترقص وتغني انت واصحابك. 11 pour décrire ton lycée، عشان اوصف الليسي بتاعتي. ها tu dis، عشان توصف الليسي هتقول ايه بقى؟ c'est mon lycée، دي الليسي بتاعتي، ولا ma classe petite، الكلاس بتاعتي صغيره، ولا dans mon lycée، في المدرسه بتاعتي، il y a un CDI و un terrain و une grande cour و un laboratoire و 30 سال دو كلاس. ده وصف دقيق للمدرسه، في مدرستي في سي دي اي، وفي تيران اللي هي الملعب، وفي جران كور فناء كبير للفسحه، ولابوراتوار معمل، و 30 فصل. يبقى اعتقد هي ده الاجابه السليمه. يبقى عشان اوصف المدرسه بتاعتي هتقول في مدرستي في كذا 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 كذا. داكور 12 بور بارلي de ton emploi du temps، عشان اتكلم عن l'emploi du temps هتقول j'aime les maths le lundi j'ai 9 cours quand tu as EPS، هتقول ايه؟ le lundi j'ai 9 cours. داكور لهنا نكون وصلنا لاهم البوان اللي احنا اتكلمنا فيها. ان شاء الله بقيه الحاجه كمال وسوجي هرفعها لكم على صفحتنا على الفيسبوك اصدقاء سر التفوق لاولى ثانوي. اتمنى لكل ولادنا اللي امتحنوا واللي لسه هيمتحنوا لابون ريوسيت، النجاح الباهر. ولو سمحتم ركزوا وركزوا وركزوا واقرأوا كويس، وان شاء الله تقفلوا وتفرحونا بنتيجتكم. ولو جدعين صوروا الامتحان وبعتوه لنا. ميرسي، بون جورني، اورفوار.